ئەم کاتت باش چۆنی حاڵ باشە؟ ماوەک یەکمان نەبینەوە بزانم. خۆ بێزار نەبووی؟ پێت خۆشە پێگو دەست پێ بکەین؟ ئامادەیت هەیە؟ بێتاقەت نیت؟ یانی دەست پێ بکەین؟ باشە، کەواتە کە تۆ ئامادەی من ئامادە هەم کاتێ. دەست پێ بکەین؟ برای کتای والی تو بیا برای لای من بیالای تو بیا باش کواتا با دست پیوکین فرمو لوحدي سيام دشين سر العصر الجاهلي أطلق اسم الجاهلية على أحوال العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أطلق واتا دراو خوي أطلق عنيا تقان ديان درا بسريا ناوي جاهلي ونزاني درا بسر حال عرب في شبه الجزيرة العربية شبه النوا جزيرة درقا واتا درا بسر نيو بسر حال عرب دا لنيو درقي عربي نيو درقي جزيري عربي يعني نيو درقي عربي بيش إسلام لتفشي لبر بلاو بونوي الوثنية بتبرستي والعداوات بي فيها وتدج منايتو دبريكي لنيوانيان دا ينقسم العصر الجاهلي دا باش دكري شاخي جاهلي نزاني الى مرحلتين بو دو قناخ او جاهليتين ياخد دو زمان جاهليت جاهلية اولى مرحلة كم لا نعرف عنها يميش شيك درباري او مرحلة نازانين سوى ما ذكره القرآن الكريم سوى يعني جيجا ما ذكره القرآن لويك قرآن باسي كردوا عن عاد وثمود وسواهما درباري قوم عاد وثمود كلا قرآن باس كرون تنها او دزانين مسرح هذه المرحلة شيني ام قناغا جنوب جزيرة العربية باشوري درقي عربي بو حيث كان للعرب لم مرحلة دا عرب شيان بو حضارة ليرا شارستانيان هبوا عايشت هاوشيوي يعني هاوجيني حضارات اليونان والفرس والرومان وكو شارستاني كان يونانو فارس ورومان كان وكانت لهم هروها بهمان شو لما مرحلة دا شيان بو مماليك واتا چوملن هرمايتي بو ودول دولت وزراعة وكشتوكال وتجارة بازرگاني وصناعة وروها بيشة سازي اما لمرحلة كما جاهلية الثانية مرحلة دوم وجاهلية دوم تقع بين السنة تقع يعني دكويت دكويت نيوان صالكاني 450 والسنة 610 واتا نيوان شواصو بنجابو شواصو دي ميلادي وقد ترك لنا آدابا وأم برحلة كوملك آداب وكوملك أديب وجهشتوين وأخبارا هوالي بوجهشتوين يصح دروسا أن نثق بقسم كمتمان بكين بشيء غير قليل كم نية منها لبشيء لو بشيء لوانيك بجي ماوا أما مسرحوا شوني أم مرحلة أم جاهلية فكان القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية قسم بشي باكوري نور نيودرغي عربي ويؤلف هذا القسم وبيقديد لأن بشا بيئة الأدب العربي بيئة الأدب العربي جنجي أدب عربي الأولى جنجي أدب عربي كم دقدي طوى ومهده واتلان كي أما ولد فيه ما ومهده الذي ولد فيه أو شونيك تيال دايبو هذا الأدب أم أدب منطبع خورز بو يعني طبع قدوان بطابع البداوة بس رجتي دشتكيتي لادي لأن قائليه لبر أوي أوانيك الشعر كان يوتو النتر كان يوتو خطبيان داويها أو شانيك بيوني بأدب وهي هم في معظمهم زوربيان تيبون من البدوي لا دشتكي كان بنا واتا لادي كان واتا أو شاعر خطيبان خلقي لادي دشتكي لادي كان بنا دشتكان بنا وهو قسمان أمش دو باشا شعر ونثر شعر بخشان معنى ولكن الجانب الشعري بلام لان شعري هو الغالب او بالات رواتا زيات لا ادبي جاهلي زيات الشعر بالا دستو بالا بلن دسي برسترو بالا دستر كان الشعر في الجاهلية شاعر لا سدم جاهلي دا مدافعا برقري كاربوا عن القبيلة لا هوزكي
وزعيمها سروكي قبيله هوزكي عشيرتكي في السلم لكاتي اشتيدا وبطلها وبالوان كان في الحرب لكاتي جنگ دوت برغريلا هوزكي وروها سروكي هوزكي وبالوان كان كدو لكاتي اشتيو جنگ دا انه لسان القبيله لبرو زماني هوزو عشيرتكي بوا وسجل اخبارها وروها توماري حوالا كان شي بوا وكانت انواع الشعر وروها جوركان شعر الجاهلي جوركان شعر جاهلي وليدة حياة الشاعر بريتيب ولا لدايبون جياني شاعر والاحوال والاحوال طبيعه حال طبيعه السرشت او نوتشكتيا دايبوا والاجتماعيه والولانيكوم لايتي التي كانت تحيط به تحيط يعني دوري دعواتا جوركان شعر لدايبوني جياني شعر خويتي وروها لاني سرشتي او نوتشكتيا جياوا ولاني كومالاتيكا دوروبري ام شاعران دوا فكان اشهرها بنوباتين جوركاني شعري جاهلي بريتي ولا الوصف واتا وصف كدني كاسيك مدح واتا ستايش وصف اويكا توس وصف سرج بكيان وصف رخصاري كاسيا بكي ام بيوتي الوصف بلا مدح بريتي لا صفات معنوية كان كصفات جوان كتو وصف بكي والرثاء لاوان نوا والهجاء جنودان هجو كدن والفخر شانازي كدن والغزل خوشويستي والخمر واتا ميو عرق والزهد وازهنان لدنيا والحكمة دانايو عقل تجيري حكمة الشعر الجاهلي شعر جاهلي في أكثره بزوري شعر كان شعر فطرة وبداهة شعر سروشتا يا خورسكا يعطي واتا هر سروشتا إنسانك لديك بوك شاعر لديك بوك تواني شعري هبوا لا تخلواني بلان بدرنين من بعض صناعة لهندي دروس كردن هندي دسكاري كردن خوان كبل النو شعر دروس يان كدوا تبدو كدر دكبت من ضروب لا هنديك باش ضروب لي باش قسم من البيان لبيان والبديع والنغم يعني اوازين بونتو تشبيهات استعاره طباق جناس امانك تيا دروسيان كل الشعر كان دردك اما المعاني وكل الروي معناه شوا فهي سهله زور اسان بو سطحيه ركش بو والشعر الجاهلي شعر جاهلي تعبير صادق دربرنيكي راستا عن البيئة التي درباري أو جنجي عاش فيها كشاعر كأجياوة واتا زوبة راسي ودرستي باسي أو جنجي دكا كأجياوة إذي الفروسية واتا السوارشاكي والحماس وحماس عاكس حماسي وروجينير والفخر شانازي ووصف الصيد وروها وصف كدني راو ومغامراته وروها سركشيكاني والبكاء على الأطلال قريان لسر أطلال أطلال بريتيا لشي بريتيا لو شواني كا تيايا بنا بونا منا جاران كعرب قابلة قابلة بنواتا لو دا بنا تشونا سفر يعني كل بناي لو ورقو أنا بونا دو قابل نزيكيا نشتاجيا بنا لو يتر بو خوي بونا كسي كشي كوري حزد يكتر دكان دو يتر بو خوي لو ورقو ليك دو دكيونوا دو اي چند سال بونا ام كسد امش مجبول لشاعر كان كأطلال أميا كدوات قراتو بو شوني قبيلكا ليو قراتو بونا شناري خوشويسي كي بينو لكو داني شو بونا اغري كدوتو لكو نازان مري دو شويت را او شانه بو خوي كد خوي غري انا ويت بديا بو كو ابن امرو قيصله قيفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي على ورا باب غرين بونا او تا تخو الي دانش تبو الي واي كدا يادغاري كان شناركا او بيتر اطلع يعني بكاء على اطفال اتشدو شوناكي ام شاعري ام بنو كسخ خوشويسا اتشيتو شو نبي بخي فقير دسا كاد غريان باشا او بكا على الاطلال يعني غريان لسه شو نواركي هي السيمة الغالبة امش تشوملن غريان لسر او شو نواريك خوشويسا كي ليا بينيو او بوا تشومل نشانه كي بالا دست على القصيدة الجاهلية الجاهلية يعني مرجع كيش بوك شاعر هر شعري كي نسوه بيه اطلالي تيابو بيت والقصيدة الجاهلية وروها قصيدة جاهلة لا تخلو بطالنية من الحكمة يعني حكمة شديايا وهي تبدأ ودس في دكات عادة بسرشتيا وعادتك بالوقوف على الأطلال بوسان لسر أطلال كيسا باسم كد شنواري خوشويساكي وإحياء الذكريات زندو كرنوي ذكريات يادقاريا كان إحياء زندو كرنوا ذكريات يعني يادقاريا كان زندو كرنوي يادقاريا كان أما خيال صاحبي بلا مكو أندي شو خيال صاحبكي فصوره ينكاني غريبة
متناول واتا چون دگمن بولک ل بردس گیداون ياخذها من ابرز المحسوسات ورغتو ل دیارترین او شتانی حسی به ماده کان شت محسوس کان اونی که حسی پدکریت ويعتمد فيها وبشتي بسو على التشبيه اللي يكشون زود اعتماد كلوسا التشبيه أو أما عاطفته وكلاني سوزيش فبسيطة أيضا سادب وهروها وأما أسلوبه وكشي وازكيشي فخطابي في أكثر يعني زيادة وتعريب بزوري لبروي تشيوت من شاعر زماني قلقي وهو زكي بوا بوايا بزوري تشي بوا وكوتار بوا كأن كل قصيدة وكويك هم قصيديك معدة آمدك راو لتلقى بو إبوتريت على الجماعة يعني بسر كومالا خلق أبوتريت يعني وكو وتارك شون بو كومالا كس أوتريت بهمان شوا أم قصيدة وشيدو بلن شعراء آمدك راو كو وتارك بسر خلق أبوتريتوا لا تخلو ألفاظها لا خويت تخلو يعني بطالة بلام لا تخلو بطالني ألفاظها المستمدة وتأوشاني المستبدة كورجداوة من البيئة الجاهلية كالجنجي جاهلية نزاني والجداوة من خشونة لزبري وصلابة رقي وتوش كان زبر الرقن وهي في مجملها لبقشتي أوشانا مادية محسوسة ومادو محسوس وسفكراو في مدلولها واتادا لو اعتاد واتشي وشيبك محسوس بو معدي بو أما أوكو عصر جاهلي أو شاني كليرا ما تفشي يعني بلابو نوا انتشر بلابو ذاع بلابو فشهر بلابو ظهر دركو على نش أشكرابو سوتر ستر كرا شارايا طوية بيا شارايا كتما كتم كرا شادرايا خوفيا شادرايا تقل معنا كان نزيك لما عايش يعني بيا كوجيان جاورا دراوسيتي صاحب هاولتيك صاحب هاولتيك با عاشر لقلي جيا اعتزل واتا گوشگیر انفرد بتنیا اتقا خوی پارس با عدد دور کوتو بداو واتا لادی اعراب دشتکی و بر اوی کل لادی اجید سکان البادی واتا خلقی دشتکان الحضار شارستانی الحضار خلقی شارا التمدن خلقی شار تمدن واتا خلقی شار عکس کهتی زعیم واتا سرکده ایمام پیشوار رئیس سروک سید گوره مسئولانی برپرس تابع شون کوتو خادم خزمنکار مرؤوس واتا جدست مملوك يعني خاون كسك خاوني بيت احاط واتا دوري دا وحصر حصري كردوا دار حول سراب دوري دا سيجا يعني سياجيكو برجيني كردوا تشادري كردوا طوق طوقي كردوا واتا انا طوقي كردوا يعني تشادري جداوا طرد دريك فرج رقير زغار كد فك الطوق واتا او طوق او كوتوز جريك الوسيله بكردوتي وفك يعني كردوا حرر خوي رزغار كد نغم واتا آواز ترنيم واتا آواز طرب يعني هر آواز قدتو يعني قراني وتنو شانا غناء واتا قراني نشيد واتا سرود بكا واتا قريا تفجع يعني شوما توجي فاجعي بتوجي نهامتو ناخوشي قبل ناحا هر هاور كدنا قريانا حكمة وداناي رشد بآقابون صواب يعني اشتاك ببيكي عقل فطينة امانا بمعنى چي دين معنى جيري وداناي دين جهل نزاني حمق واتا جيلي دولاريتو سفاها هر بانی جيلي ده غبائش بانی يعني تقريبا معنی جيلي و غمجي و بعقلي و اوانا ديد ليره كومولا بسر والله معنية على اطلق اسم على احوال عرفي شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام واتا ناوي جاهلية اميو عباسيان واقعي بسر كيه ده بسر حال عرب ده پیش جزيري لنودرگي عربي ده پیش اسلام طبعا اسم جاهلي اسمی جاهلی در بسر عرب در چی به جزیره عربی لبر بلاوبنوی چی آشتی یان بازرگانی یان روشنبی و شهرستانی یان بلاوبنوی بدپرسی و دجمعیتی طبعا بدپرسی و دجمعیتی جاهلی آیت جاهلی یکم یا دوم یا سیم یا چوارم کمی با کمیش یک درباری نزانی تنها اوی که قرآن بحثی که درباری قوم عاد و ثمود طبعا جاهلی یکم طبعا جاهلی یکم و دوم سیم و چوارم من هر نیو بکو بجال تیمان که بلام یان یکم یا دوم شونی كم جاهلي جنوب الجزيرة العربية شوني كم جاهلي بطبعا جاهلي يكم بوا جاهلي يكم شونكي كو بوا جزيرة عربي بوا كو جزيرة عربي بوا آش باكور بوا يان باشور بوا يان رجلات بوا يان رج آوا بوا طبعا باشور بوا ششم لكم جاهلي عرب شارستاني بوا هاوشوي شارستاني كاني يونان و فارس و روم طبعا جاهلي يكم بوا لكم جاهلي تك عرب ممالك و دولت و زراع و بازرگانی و آنها بود تمام جاهلیتی یکم بود
جاهلی دوم دەکەوێتە ناو کام ساڵانەوە؟ 400 بۆ 500، 450 بۆ 600، 400 بۆ 600، 450 بۆ 650، تەمەن 450 بۆ 600 میلادی بووە. شوێنی جاهلی دوم کێو بووە؟ تەمەن شمال جەزیرەی عەرەبی بووە. شعر کام شعران بووە کە دەربارەیەکی ڕاستەقینە بووە دەربارەی ئەو ژنگی کە تیاژیاوە؟ تەمەن جاهلی بووە، نەک ئەمەی عەباسیەکان. گریان بەسەر شوێنواری خۆشەویستیەکەی لە تەرنەندی کام شعرە؟ شعر ڕۆمانسی یان جاهلی یان تەعلیمی یان تەمەلحەمی؟ تەمەن شعری جاهلی. قەسیدەی جاهلی وشەکانی، تەمەن قەسیدەی چی بووە کە وشەکانی لە زبری و ئەو سەلابەیە لە توندێتی بە دوور نەبووە؟ تەمەن قەسیدەی جاهلی. شاعیر لەکوێدا بووە؟ پارێزگار بووە، بەرگریکار بووە لە هۆزەکەی و قابیلەکەی لە کاتی جەنگ و ئاشتیدا؟ تەمەن لە جای شعری جاهلی دا. ئەمەش کۆمەڵەیە هەڵبژاردم و لەسەر شعری جاهلی یاخود مەذهبی جاهلی کە ئێمە لێرە چەند هەڵبژاردنەکان دروست کردو ئەتوانی لە تۆ بگەڕێتەوە بۆ ئەمانە لێرە بە جوانی ئەمانە بخوێنەرەوە. دەتوانی چەندین هەڵبژاردنی تر دروست کەی ئاگادار ئەمانە بخوێنەرەوە، لەوانە چەندین هەڵبژاردنی تر تیا دروست بکرێت. ئێمە لێرە ئەموانەیەش بۆ تێپێ پێدێنین تا وانەیەکی دیکە و بەیگەشتنەوەیەکی دیکە. بەخوای گەورە دەستپێرم، خوات لەگەڵ.